هذا الأمر إذا كان نحن في السودان كان عندنا حالة من الاستقرار، كان ممكن نحول نقمة العالم والضيق الاقتصادي الموجود في العالم لنعمة بالنسبة لنا. ليه؟ لأنه نحن في الأصل بلد زراعي. إذا استمرينا في الإنتاج الزراعي كان حنكون نحن جزء من حل المشكلة الآن اللي موجود في العالم من ناحية الإنتاج الزراعي، لأن نحن بعيدين من الحرب جدا. والأمر الثاني نحن لا نستخدم الطاقة بصورة كبيرة في الإنتاج الزراعي، لأنه نحن الإنتاج التقليدي الزراعي عندنا يمثل نسبة كبيرة جدا من الأراضي الزراعية اللي هي الزراعة بالأمطار، فما عندنا غير الحصاد اللي بيحتاج لطاقة في شكل مواد بترولية، أما غيره فالري فهو مطري ولا يحتاج لأي طاقة. وبالعموم السودان ما زال فيه الاقتصاد اقتصاد تقليدي جدا غير معقد، وما مرتبط بعوامل إنتاج معقدة من ناحية الطاقة وتغنية وغيره وغيره وغيره، ومعادلات كثيرة جدا تساهم في النمو أو تساهم في التضخم أو تساهم في غيره. نحن اقتصاد بسيط كان ممكن نستفيد من الحالة دي جدا. ولكن كيف نستفيد؟ نستفيد إذا نحن بدينا في الفترة الماضية بدأ الإنتاج الزراعي في عهد بداية الفترة الانتقالية، بذلت الحكومة الانتقالية مجهود كبير جدا في إنها تعيد الناس إلى الزراعة، وبدأت العودة فعلا وبدأ الناس يعودوا للزراعة، لأنه كان الأمر محتاج لمصداقية. إذا رجعنا للخلف